وفي ذات الملف ينضم الينا عبر سكايب من انقره الاستاذ الدكتور احمد أويصال مدير مركز اورسام للدراسات الشرق الاوسط اهلا بك يعني استاذ او دكتور احمد يعني اعتراض تركيا ينصب على طرق الري البدائيه في العراق التي تحضر اكثر من 60% من المياه كيف نوقشت تلك النقطه القديمه الجديده مع تركيا؟ مساء الخير أولاً يعني تركيا ليست أيضاً غنية بالمياه وتركيا تستخدم المياه بشكل فني وبشكل عقلاني وتقني يعني هذا يفيد جداً وأنت تقتصد من استخدام المياه 70% وأعتقد المشكلة في العراق ليست يعني كله بنقص المياه لكن هناك مثلاً مشكلة بالرياح بتلوث وأيضاً كما تفضل ضيفكم يعني استخدام بين المحافظات او توزيع المياه ايضا مشكله وفي مثلا تقنيه يعني لان العراق حاره جدا في الصيف يعني يهلك يهلك الجميع يهلك كل شيء وحتى لو لا تاخذ اي حتى قطره من المياه لو لا تاخذ تركيا حتى هذا لن يحل المشكل لكن هناك بعض الدول الجوار جواركم يعني بالخليج يستخدمون مياه بشكل يعني فعال اكثر وتركيا ايضا بعض الدول دول الجوار للعراق ايضا هم جففوا كل الانهار يعني هذا ليس طيب أحمد تركيا أه فقط يعني الأهوار هذا الاهوار كما تعلم تمثل مكان محمي بقرارات دوليه تمتد على مساحات واسعه وتستهلك كميات هائله من المياه يعني كما تعلم هل يجري ضمان ذلك خلال الحوار مع الجانب التركي؟ يعني حسب الامكانيات تركيا تريد ان تتعاون وتعاني تساعد وايضا يعني تكون يعني جار امن يعني لا يريد لا تريد أن تقطع المياه وهذا حق الجار للعراق لكن حقيقة يعني هذا يحتاج إلى الجهد المشترك بدلا من تفكير يعني هذا أن نقول هذا حصتنا وهذا حصتنا ويعني نحتاج إلى نقاش تقني لكن داخل العراق أنا عارف أيضا يعني هذا أصبحت مشكلة سياسية لأن الناس يعني يمرض ويعني يموت و يؤثر على حياتهم وشيء يعني مؤلم حقيقة هذا هذا ليست يعني ذنب تركيا لأن هناك يعني مبالغ كبيرة صرفت للمياه ولم يعني ينجزوا شيء هذا يعني مشاريع تستطيع تركيا تستطيع أن تقدم خبرة وترك تقنيات وأيضا المفهوم المشاركة بروح الصداقة والجوار يعني حسن الجوار ونحن حقيقه طيب، الب... حدثت... العراق انت أنا يعني اه اه محترم وعزيز علينا يعني ولا اه لا نريد أن يعني يعاني يعني يعني الشعب العراقي لكنهم يعانون ليس بالمياه فقط في مشاكل اخرى يعني طيب دكتور احمد تحدثت في البدايه عن مشاكل تقنيه ربما في استخدام المياه ماذا برايك يحتاج العراق لتطوير نظم الري مقارنه بدول الجوار ويقال ايضا ان هناك شراكه بين مراكز ابحاث عراقيه تركيه في هذا الاطار نعم هذا بدات النقاش لكن يعني ما زال يعني نحتاج الى تطوير هذه الافكار والرؤى وايضا تقنيات نجمع التقنيات نحن نناقش ايضا مع جيراننا يعني مراكز وهذا كله يعني كل الاجتماع هذا الموضوع يعني يطلع الى الى الساحه ويعني هذا طبيعي ايضا لا لا نلوم احد وهذا من حق ال... حق اي واحد يعني لان ما مهم للجميع هذا ال... هذه الافكار والتقنيات وايضا نقاش بناء حقيقة يجيب الحال يعني بدلا من اللوم او يعني او اشياء اخرى يعني في نيه حسنه موجوده من تركيا مثلا تركيا تستخدم النظام للري تستخدم نظام القطري يعني قطره قطره توزع المياه انا يعني من اصول طيب. ايضا فلاح فلاح ونحن نستخدم في نعم. القريه ايضا دكتور يعني نفس النظام أحمد. و نستخدم مياه اقل بكثير من من الري يعني اعتذر طبيعي. منك جدا لضيق الوقت مدير مركز اورسام لدراسات الشرق الاوسط الاستاذ الدكتور احمد ايصال شكرا جزيلا لوجودك معنا